السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. وحشتوني جدا، وها قد عدنا سالمين إلى معسكراتنا وخدنا الراحة. النهاردة هتكلم ليه لازم تقعد لوحدك؟ ليه فترة التأملات أو فترة الخلوة مع النفس هي لازمة لكل رسول من الرسل؟ ليه هي مع كل الناس اللي أكثر حكمة محتاجينها؟ ليه ربنا قال لنا في الكتاب إن السمع والبصر، مع إن البصر أخطر من السمع؟ ليه دايما أهمية السمع، إنك تحفظ سمعك؟ وإزاي حفظ السمع هيؤدي بك لنتائج عمرك ما كنت تتخيلها؟ أنا كريم علي، يتقال بعد الفاصل دردشة. مستعدين؟ يلا بينا. سيدنا إبراهيم كان دايما يخلو وينظر في ملكوت السماوات، وخلي بالكوا البصر مش النظر، يعني المفروض من جوه تغض بصرك مش تغض نظر. تأملاتي في الموضوع ده أنا عايز أشارككوا، يمكن أنفع بيها حد عاوز يستمع. اهلا بيكم. كل الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيروح في خلوة الليالي ذات العدد. هو ما كانش نبي ولا كان عارف اي حاجة، وكان شخص عادي صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى كان دايما بيخلو مع ربنا لوحده. سيدنا ابراهيم كان دايما يخلو وينظر في ملكوت السماوات. ده يفيدنا احنا ايه؟ مش دي نقطتي، احنا مش هنبقى رسل، ولكن يعني حتة ان احنا مش هنبقى رسل، انت ممكن تبقى رسول محمل برسالة الواحد من عند ربنا، زي ما ربنا بيبعت لك الرسالة في مرض، الرسالة في ضيق، الرسالة في مشكلة. ممكن انت بكلمة حلوة ترسول لواحد ربنا يبعت الهداية على ايده، تبقى رسول لواحدة تعرف طريق ربنا، تبقى رسول لصديق يبتدي يصلي، وهكذا. فاحنا رسل ولكن على شكل قليل. ولكن ايه نقطتي النهاردة؟ بداية الحلقة دي انا طول عمري بسأل ليه ربنا دايما ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. ربنا احنا عارفين البصر، وخلي بالكوا البصر مش النظر، يعني المفروض من جوه تغض بصرك مش تغض نظرك، ولكن دي موضوع تاني. ارجع للموضوع، ليه يا رب انت بتقول لنا النظر خطير، النظر يفسد القلب، ما تبصوش ما تعملوش، ولكن دايما يقول لي انت هتتحاسب على السمع الاول؟ ودي غريبه. ربنا لما قال حذرنا من النظر، وان النظر بدايه الشرور، ربنا عارف ان احنا نقدر تقفل نظرك في ثانية. يعني أنا دلوقتي أي حاجة قدامي، قاعد في أي مكان، قاعد مع أي حد، مجرد قفلت نظري خلاص أنا الموضوع خلص، مش هاخد سيئات، مش هكسب وزر، المشكلة انتهت. ولكن حاول تقفل سمعك كده وانت قاعد مع حد، حد بيشتم، حد بيعمل غيبة، حد بيعمل نميمة، حد بيتكلم ببهتان، ناس بيكذبوا أو بينافقوا، تقدر تقفل ودانك؟ لا. دي أول نقطة جت في دماغي، يا رب انت عملت لنا قفله للعين بس ما عملتلناش قفله للاذن. دي اول نقطه. تاني نقطه جت في دماغي، احنا لما ننظر، النظر للمحرمات ده ذنب، ولكن السمع، وهنا ابتدت تجي لي اهميه السمع، وهربط لكم ده ايه لازمته بالخلوه في الاخر. انا لما بسمع ما بيجيليش ذنب نظر واحد او سمع واحد، ده انت ممكن تسمع غيبه، ده المصيبه، نميمه مصيبه، شتيمه مصيبه، خطف أعراض مصيبة، ناس بتنافق مصيبة، ناس بتحكم على أشخاص مصيبة، ناس كتير، في مليون ذنب يجي لك عن طريق السمع، ولكن هو ذنب واحد يجي عن طريق النظر. فابتدت هنا تبان أهمية إن فعلا السمع مصايبه كتير، ولكن النظر مصيبته واحدة. النقطة الأخيرة اللي تربط لي بقى، اللي أنا عايز أقوله، طيب يا ربي أنت بتقولي أنا محاسب على السمع، طب ما أنا ما أقدرش أقفل سمعي، يبقى أعمل إيه؟ نظري قفلت نظري خلاص، حتى النظرة الأولى مش ما تطولوهاش، بس النظرة الأولى خلاص ليا مش عليا، ولكن السمع أعمل إيه يا ربي؟ ما أقدرش أقفل وداني، أعمل إيه؟ أنا وصلني إن لما ربنا بيقول هحاسبكوا على السمع، مش أنت بتسمع إيه، أنت قاعد فين ومع مين، ده اللي نقدر نحكمه. فربنا عز وجل يحاسبني عليه. وصلت الفكرة؟ انت قاعد مع مين؟ ما انت كل اللي حواليك بدام قالوا حاجة هتسمعها، فلما تسمع غلط ربنا هيقولك انت سمعت الكلام ده قاعد معاهم ليه؟ قاعد ليه في المكان ده؟ بتتفرج على قنوات فيها منظر ولا حاجة، قفلت نظري بصيت بعيد راحت، انما انت قاعد مع قنوات بتسمع غيبة ونميمة ونقد غير بناء لآخرين، وناس بيجيبوا في اعراض ناس، والممثلة الفلانية اتطلقت، اصل دي خانت دي، كلام لما انزل الله به من سلطان، بيخطف قلبك وهتتحاسب على السمع. مش سمعت ايه، هتتحاسب انت سمعت ليه، انت قاعد في المكان ده ليه. عرفتوا بقى أهمية الخلوة، إنك تقعد مع نفسك؟ الست شهور اللي فاتت
قعدت مع نفسي كتير قوي، كانت فترة خلوة حقيقي، وصلني حاجات كتيرة كده. احنا العالم اللي احنا عايشين بره مليان دوشة، الدوشة دي ما بتخليكش تسمع كويس من جوه، ما بتخليكش تسمع افكارك، ما بتسمعش صوت الاله جواك، ما بتسمعش ربنا عاوز منك ايه، لان انت عايش في دوشة. عرفت بقى اي حكيم بيعمل خلوة ليه؟ عرفت بقى سيدنا محمد كان بيتحضر للرسالة ازاي؟ بيقعد لوحده عشان بلاش دوشة، عشان كلام الناس، عشان الناس اللي حواليه وكلامهم. فانت كل واحد عاوز يهتم، واحنا لو خدتوا بالكم الفترة اللي فاتت والفترة دي احنا مهتمين في قناة كريم علي بالجانب الروحي، احنا بالارواح مش بالاجسام، الاجسام دي هنموت وستتعفن في القبور، ولكن الروح هي اللي هتذهب لخالقها وتكمل الرحلة. فاحنا ههتم الفترة الجاية قوي بروحك، لان لو روحك منقبضة والله لو معاك احسن شكل واكتر فلوس وعيشة ملياردير هتنتحر في الاخر. فالاهتمام بالروح من اكتر الحاجات اللي تساعد على التئام روحك من صغير وكبير. انا ما بكلمش العواجيز، انا بكلم عن 18 سنة. اقفل اوضتك واقعد لوحدك، فكر في نفسك، فكر في حالك، اسمع صوتك، اسمع صوت جوه، اقفل بره عشان تسمع جوه. دي رسالة الفيديو. ربنا هيسألك انت قاعد مع مين وسمعت الكلام ده ليه، وفتحت القناة سمعت كلام مفيد ولا كلام سيء خدت بيه ذنوب. فهتتسأل على السمع، السمع اقرب للروح من النظر للروح. وجرب كده انك تقفل ودانك اسبوع، هتلاقي صفاء غير طبيعي. اكتر حتى لو قفلت عينيك اسبوع هتتعمي على فكرة، مش هتشوف تاني. فبلاش تقفل عينيك، ولكن ابعد عن الناس كل ما تقدر، اقعد مع نفسك، اسمع جوه وبطل تسمع بره. هتزيد الحكمة وتجيلك الرسائل وتسمع صوت روحك اللي هي منفوخة من روح الاله عز وجل. دي الرسالة الاولى في هذه الحلقة. النقطة التانية متصلة تماما، انت هتهتم ليه بالروح قوي؟ لان انت عايز تبقى غني، عاوز تبقى مشهور مثلا، عاوز تبقى له قيمة في المجتمع، عاوز يبقى عندك شركة، عاوز تبقى عندك صحة، اي حاجة، اي حاجة عايز توصل لها محتاجة سعي، صح؟ وان ليس للانسان الا ما سعى. السعي نوعين، سعي بالجسد وسعي بالروح. وسعي الروح بيبتدي الاول، سعي الروح بياخد سعي الجسد وراه. لو سعيت بالجسد هتتعب قوي قوي، ويمكن توصل ويمكن لا، ممكن توصل بس ولكن اصعب بكتير لو انت سعيت سعي الروح. اللي فهم كده سيدنا موسى، ربنا اداله مهمه، بلغه مهمه، قال له روح لفرعون وكلمه وذكره ان هو يرجع لربنا ويبطل. سيدنا موسى فهم ان قدامه سعيين، قال ايه؟ ربي اشرح لي صدري، يا رب افتح صدري عشان السعي بتاع صدري ما بقاش مخنوق، عشان ابتدي اسعى بقلبي للهدف، عشان روحي تبقى صافية واخف، عشان ابقى الرؤية واضحة قدامي، عشان ابقى مستعد للي انا هواجهه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. يسر بقى الجوارح، وان انا ادخل على فرعون واوصل له ويسمعني وما يأذنيش و و و. الآية دي اللي احنا بنكررها كل شوية مثال واضح ان في سعيين. عندك اي هدف اشرح صدري، افتح يا ربي السعي الداخلي، افتح روحي، اديني انشراح في الصدر، اديني الهامك، اديني طريقك، اديني توفيقك، وبعدين هسعى بالجوارح، فيا رب يسر لي امري في الدنيا ان انا اوصل لهدفي. عشان كده التركيز على الروح وانشراح الصدر من اكتر الاشياء اللي توصلك لهدفك مهما كان دنيا او اخره. فاوعى تنسى ان السعي نوعين، اهتم بالروح، لان طول ما سعي الروح تمام سعي الجوارح اسهل واجمل واكثر متعه، وان شاء الله توصل لهدفك، لان السعي اخره دايما خير. دي خلاصه دردشه النهارده، اهتموا بالروح لان احنا ارواح اكثر منا اجساد. وشيروا هذه الحلقه لكل من ترون انه في حاجه اليها. وفي الاخر، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. السلام عليكم.